طاهر عبد العزيز طاهر روايتان. شيطان الرجيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. واذكروا نعمة الله، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعقلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين بسم الله الرحمن الرحيم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمن لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا
يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أحسنت التجويد. السؤال الأول: هات البيت الذي جمع فيه الإمام الدمزوري عقوفا الإفات الحقيقة. الرابع: الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. ثلاثاً: أمجاد شخص من سمع طيباً سلفته الضعض عن الإنسان. السؤال الثاني: اذكر البيت الذي ذكر فيه الإمام الدمزوري عروف المجد الثلاثة. البيت الذي ذكر فيه الإمام الدمزوري عروف المجد الثلاثة. عروفه ثلاثة يعنيها. السؤال الثالث: اذكر أحكام الدين الساكنة. الإخفاء الشهر. اذكر البيت. الميم تذكر تجي قبل الهجاء ألف للفتح لكن إذ الهجاء. أحكامها ثلاثة بالضبط: الإخفاء والإدغام والإظهار والخطأ. صحيح. السؤال الرابع: حروف همس وحروف الشدة جمعها الإمام ابن الجزري في بيته ذكر هذه البيت. اقرأ البيت. حروف همس وحروف شدة حروفها عشر. هذا الكسب شخصي لا من المقدمة الجزرية. بعثه شخص سكن محبوسها فحبه شخص سكن ها ثم ماذا؟ شديدة بن عمر لا نسي شديد هذا ابن أبي طالب تحت أي باب قال ابن الجزري رحمه الله تعالى وليتلطف وعلى الله ولو والميم من مخمصة ومن مرض. أي بال هذا البيت؟
وليتلطف على الله ولو تدبيب من مخلصة ومن مرض لو فعل لا اقرأ أربعة أبيات بعد قولك ما بابن الجزر رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم فلم يجود القرآن آثم. ارفع صوتك. والأخذ بالتجويد حتم لازم فلم يجود القرآن آثم. نعم تقرأ.